سمعته في قصر ثقافة إسماعيلية، كان عندنا حفلة هناك وصوتها عجبني قوي، وعملت حفلات معانا في دار الأوبرا وفي قاعة سيد درويش. هنسمع دلوقتي فنانتنا الواعدة الصغنطوطة، بس مش صغنطوطة قوي يعني، 14 سنة أو يمكن 15 سنة، مع ياسمينة. يا ماما ما حدش يقف جنبك. تحية لياسمينة. هصور انا بقى. هتصور تاني؟ اه. طب ممكن نقف احنا؟ اتفضل. ايه الحلاوه دي؟ ده يتغدى يا عم. ايه الحلاوه دي؟
بقى كابتن بقى.